يا جعله مبارك علينا بالدوام، 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 يا جعله واليوم يلبس بهجته عقد النبي، 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 وفرحة وابتسام ما دامها عز وفرحة وابتسام، 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 يا زين لعب السيف بيدنا الكريم، يا زين لعب السيف بيدنا الكريم، يا زين لعب السيف بيدنا الكريم، يا زين والعود الأشرق داير بين الحشام، والعود الأزرق داير بين الحشام، والعود الأزرق داير بين الحشام، والعود الأزرق داير بين الحشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أسعد الله مساكم بكل خير. الليله نلتقيكم وعلى العاده من قاعات الرفاع نحضر حوياكم اعراس اخواننا اللي نسال الله انه يبارك لهم ويرزقهم الذريه الصالحه. خلكم معنا ونشوف معاريسنا الليل. الله يبارك لك وبيض الله وجهك ووجه قناة الريان ووجه من حضر وجمل معنا، واللي ما حضر عز الله معذور، والله لا يهينكم بيض الله وجهك. بارك له وارحب بالحاضرين وبارك للولد الزواج. ألف مبروك يا أبو جابر، ألف مبروك إن شاء الله وعقبال الشباب كلهم، ونتمنى يا شباب أنكم تحذون حذو أخوكم راكان، عقبالك يا ولدي ناصر وعبد الرحمن وعيالنا الباقين كلكم، ونشكر قناة الريان على الاستضافة، شكرا جزيلا وما قصروا. مبارك له ونتمنى له التوفيق بحياته البشرية الجاية، والله يرزقه بالذرية الصالحة، ونشكر حضوركم وتغطيتكم هذه المناسبة السعيدة، ونفرح بحضور الجميع، وبيض الله وجههم والله يجزاهم خير، واللي ما قدر يحضر بيض الله وجهه، ونعذر من كان ما يقدر نهجى الحفل وبيض الله وجهه. أبارك له والله يرزقه الذرية الصالحة والفال لي ولكم كلكم اللي تشاهدون. حبيت أبارك لأخوي ريكان، وأنا جاية من الكويت، ونشكر قناة الريان.
أبارك لك يا ركان، والله يبارك لك إن شاء الله، والله لا يهينكم يا رب على الحضور، ولا يهين إن شاء الله قناة الريان، ومشكورين على التغطية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحب أشكر قناة الريان كامل أطغمها، ويا مرحبا ومسهلا في حفل ابن عمي، وجهودكم تشكر عليها. وعندي بيتين للمناسبة هذه، والحضور القطر وأنا من هالكويت، وكلنا أخوان إن شاء الله. يقول بسم الله أبدأ قصيدي مرحبا بالحضور، ترحيب تم ابتداها من كويت القطر، جينا نبارك عسى أفراحكم والسرور ما تنقطع يا بني عمي حزام الظفر، ويا جعل تبقى قطر دوحة طوال الشبور، وفي خير دائم تحضر لك تميمة الفخر، واختامها مرحبا ترحيب تما تبور، تنصل معازيب فردا فرد واللي حضر، وسلامتكم. يا مرحبا بكم ويا مسهلا، شرفتونا وفرحتونا زودنا على فرحنا، والله يبيض وجيهكم. وبحب أبارك الراشد، الله يبارك في عمرك أبو محمد. مرحبا بكم ومسهلا، مرحبا بالحضور، وما هي غريبة من قناة الريان تواجدها دائما الفعال. وأبارك لأبو محمد ونقول له إن شاء الله مبروك وألف مبروك. الله يبارك في عمرك، مرحبا بك. نقول الله يبارك لهم، يبارك لكل معرس صادف فيها الليلة، ونشكر كل من جاء وحضر، ونشكر قناة الريان دائما متواجدة في كل المناسبات. سلامتك. حياك الله، مساكم الله بالخير جميع، ونتمنى المعارس الحياة الموفقية إن شاء الله، والله يبارك لهم في مسعاهم، والله يسهل أمورهم، وجزاهم الله خير على هالدعوة الطيبة اللي خلتنا نشوفكم من الجهة الطيبة، ونشكر قناة الريان على هاللقاء الطيب، وبيض الله وجهكم، ما قصرت. بداية ودي أبارك الراشد بن سالم اللخن، والعمي فيصل محمد اللخن، اللي فرحهم اليوم، فرحنا ينعكس في حضور الربع الضيوف وفرحة المعارس نفسهم. ثانيا ودي أرحب بكل من حضر، ونقول لهم مرحبا ومسهلا ألف، ونقول للي حضروا شرفتونا وشرفتوا مكانكم وافرحتونا بحضوركم. قناة الريان شهادتي فيها مجروحة، يعني بيض الله وجهها ابدا الى ما لا نهاية. الله يبارك لهم ويوفقهم، ووفق اللي بيتجه لهذا الطريقة، اللي يتزوجون بدري لا يخرون كما امروا به. ويبارك فيكم والحاضرين واللي اقبلوا وحضروا الحفل. أبارك المعاريس، والله يرزقكم بالذرية الصالحة، ومرحبا بضيوفنا، وأشكر قناة الريان بأنهم حضروا وصوروا عرسنا. مبارك لهم المعاريس، والله يوفقهم ويرزقهم بالذرية الصالحة إن شاء الله، ونقول يا مرحبا ومسهلا بالحضور واللي بيجون، ونشكر قناة الريان شكرا واسع إن شاء الله، ما قصروا في كل شيء، دائما سباقين للخير. أهني إخواني المعاريس، وأهني أخوي سالم لخن، وأبارك لهم في العرس، والله يوفقهم إن شاء الله. أولا مرحبا بقناة الريان المميزة وهذا الاسم الإبداعي، وأتشرف أني أطلع على هذه الشاشة المباركة، وبارك لعيال عمي راشد بن سالم اللخن وفيصل محمد اللخن على الزواج، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لهم يبارك عليهم ويجمع بينهم على خير. إعلام مبارك.
لازلنا متواصلين مشاهدينا الكرام في تغطية أفراح وعراس إخواننا ومع معرسنا محمد بن علي الكبيسي اللي نسأل الله أنه يبارك له ويرزقه الذرية الصالحة. مساك الله بالخير يا أخوي محمد. مساك بالنور يا أبو نور، الله يحييك ويبقيك يا أبو نور، الله يحييك ويبقيك. طول عمرك، ألف ألف مبروك. يبارك في عمرك إن شاء الله يا شيخ، ما قصرت. أيوه، كلمتك لإخوانك الحضور اللي نشوفهم ما شاء الله كلهم، ما بغينا حتى نوصل لك. لا والله يبا، حبيت اشكر حق اللي حضروا ويا هلا مرحبا، واللي ما حضروا يبا عذر معايا يبا. الله يطول اعماركم. أول شيء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله رب العالمين. وهن الولد محمد على زواجه، وأتمنى للشباب إن شاء الله أن يقدموا على هذا اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وأشكر الحضور الذين حضروا اليوم ليشاركونا هذه الفرحة، والذين تغيبوا لعذر نحن نعذرهم ونعزهم ونكرمهم، وشكرا لكم على الحضور. نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. مبارك لولدنا محمد الليلة، ونرحب بالحضور ونشكر قناة الريان على تواجدهم على تغطياتهم الواضحة للكل. يعني أولا أقول كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله لك وعليك وجمع بينكم في خير، أخوي ولد عمي محمد بن علي الكبيسي. وأدعو الله سبحانه وتعالى ييسر لكل من يطلب العفة. الحمد لله رب العالمين، بلادنا وفرت كثير من السبل ويسرت كثير من الأمور خاصة في أمور الزواج. أدعو شبابنا أنهم ما يتأخرون في سن الزواج، ويقبلون أن يكملون دينهم، يكملون دينهم على سنة الله ورسوله، وبالتوفيق للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية مبارك للمعرس وأبو المعرس الدكتور علي الكبيسي، الله يوفقهم إن شاء الله ويهنيهم يرزقهم الذرية صالحة. أنا أحب أهني أخي وصديقي الدكتور علي الكبيسي على زواج ابنه محمد وعموم آل الكبسة في هذا الزواج الميمون، وأتمنى إن شاء الله أن جميع الشباب اليوم يلحق بهذا الركب، مثل هذا اليوم، مثل هذه المناسبة، مثل هذا الأمر، حقيقة يسعد قلوب المجتمع، يسعد قلوب الأهالي، يسعد قلوب كل الناس. فأتمنى الزواج وأتمنى الفرحة للجميع إن شاء الله.